ست سنين عم ناكل بازيليا معفنه ونحكي الحمد لله. حسب الله ونعم الوكيل. عم باكل ورق، ما في لا اكل ولا شرب، ولا الرزق 9000 ليره. ما في لا عمل ولا شغله، لو في شغل ما اكلنا هالورق هذا. بحسب خطة الاستجابة الإنسانية أو الـ HRP 8.2 مليون شخص بالعالم بحاجة لمساعدة إنسانية. بحسب دراسة أصدرتها المنظمة السورية لحقوق الإنسان، كل 10 ساعات ونص عم بيموت مواطن سوري بسبب الجوع. 1484 طفل بيموتوا بالساعة من الجوع بالعالم. الأطباء الذين عالجوا فرح إنهما من شك بأن الطفلة ماتت بسبب الجوع. قناة فتافيت أخذت على عاتقها تتبنى حملة التوعية باليوم العالمي للغذاء واللي بيسائب ب 16 أكتوبر من كل سنة. سمينا الحملة ضد الجوع، ومن أهدافها القضاء على الجوع بالعالم وكيفية استغلال بقايا الطعام. شو أنت عم هيدي التوعية ما بتقتصر على قناة فتافيت، انتو كمان فيكن تشاركوا فيها من خلال التبرع على الهيئات الخيرية أو إطعام أي شخص محتاج. معا ضد الجوع. أنا جعان بدي أزعل.